اهلا وسهلا بيكم وسهلا طيبين ورمضان كريم. انا شريف عفيفي من نادي الزواق المصري. النهارده هعمل موزه بالاناناس. هتبل الموزه بالملح والفلفل والقرفه والدقيق. وفي طاسه سخنه هحط الزيت واشوح الموزه من جميع الجوانب لحد ما يبقى لونها بني. هرفعها من الطاسة وشوح البصل، كرفس، أناناس، تين. هنزل بمعلقة الهريسة الحارة بعد كده هضيف نص لتر مية والسبع بهارات دلوقتي هندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ساعتين. ودي كانت الموزة الضاني بالأناناس والمشمش المجفف. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم. كل سنة وانتم طيبين. المقادير والطريقة هتلاقوهم على موقع نادي الذواق المصري وموقع الوصفة.com.